أيضا المأمور في رمضان زكاة ما حكم زكاة الفطر؟ سحاسة واجب على من؟ على المسلم القادر الذي يمتلك قوت يوم. طيب الآن هل تجب على المسلم الصغير أو الكبير؟ الصغير أو الكبير؟ الذكر أو الأنثى؟ الحر أو العبد؟ نعم. طيب كم مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر مختار زكاة الفطر كم؟ 5%. 5% من صوتك؟ لا ما 2.5% تكلم زكاة الفطر. نعم صاع من الطعام والصاع يساوي 4 أمداد. طيب تخرج طعام هذا الأصل أن تخرج طعام تو جريب قرح يصح أن تخرج من قوت البلد رز مكرونة يصح الشيخ بن عدنان رحمه الله تعالى يقول يصح اسباجيتي يعني نعم يقول يصح لأنه قوت البلد لكن هل تخرج مال؟ لا لكن عندنا بعض الناس يعني لديه إمام يثق في دينه وعلمه قال هذا أن أخذ بفتوى بكل المسائل وأحتاج أن أخرج ما نقول خلاص أخرج ما لكن الأول أن تخرج ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأول ولو أخرج على اتباع هذا العالم إن شاء الله أنه مقبول ما أحد يستطيع أقول هذا لأنه رجع إلى عالم أم يرجع إلى بواب المسجد أو المعراج ما ينسى متى تخرج زكاة متى؟ إخوان وقت إخلاص زكاة الفطر أصلاً ما أدري أنا أشبه أشبه أخير مرة أشبه كأنكم ما عرفوا ما حد أخرج زكاة الفطر لا ثلاث أوقات اللي يعرف ثلاث أوقات جميل لها ثلاث أوقات وقت جواز وقت استحباب ووقت تحريم زكاة الفطر لها ثلاث أوقات وقت جواز يتقدم يوم العيد بيوم أو يومين يعني 29 و30 مرة هذا وقت جواز من صلاة الفجر فجر العيد إلى صلاة العيد هذا وقت استحباب وقت تحريم بعد صلاة العيد في الآن في اليوم العاشر من رمضان في اليوم 25 من رمضان هذا وقت تحريم كله لو أخرجها في اليوم 25 من رمضان صدقة من الصدقات وعيد واحدة أخرى إن شاء الله. طيب طيب إلى من تنفع؟ الفقراء المساكين. ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ تقدم معنا ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر؟ ما الحكمة؟ كف الفقير عن السؤال. نعم تغني الفقير في هذا اليوم عن سؤال عن السؤال غيره تساوي بين الفقير والغني. نعم ما رأى غيرها هو هذا غير العيد داخل عليهم تعويض ما نحن نسيان الله تعالى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الصائم تطهير للصائم مما أجى من الغلاب والبطر صيامك لا بد يكون في شيء فهذا إن الحساب الجملة صيام طيب